يومي يتجدد مع النيل مباشر. برحب بحضراتكم قراءة لأبرز الملفات على الساحة المحلية والعربية والدولية. اليوم هيكون معنا ثلاث ملفات للمناقشة، والبداية كالمعتاد بعناوين هذه الملفات: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة ميقاتي بعد فراغ سياسيين دام 13 شهراً، ملف الثاني 20 عاماً على أحداث 11 من سبتمبر، هل تحققت الفوضى الخلاقة أم زادت الجماعات المتطرفة؟ أما الملف الثالث هيكون من المغرب، هزيمة مخيبة لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في المغرب. أهلا بكم إلى أولى ملفاتنا. هنتابع زي ما قلت لحضراتكم مجموعة من القضايا المختلفة اللي قلنا أبرز عناوينها، واللي هنبدأها على طول بعد الفاصل مع تطورات الأوضاع في لبنان. بجدد التحية بحضراتكم. أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري. جاء ذلك أثناء انعقاد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي في قصر الرئاسة، وده منذ تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في 26 من شهر يوليو الماضي. تشكيل الحكومة الجديدة يأتي لينهي الفراغ الخاص بالحكومة اللي استمر في البلاد لمدة 13 شهر منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس العام الماضي. تعهد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد بأن حكومته هتعمل لكل اللبنانيين مش لفئة ضد فئة، وأكد أن الظرف الراهن بيحتاج للاصطفاف الوطني لخروج لبنان من هذه الكبوة اللي طالت كل فئات البلاد. نوه كمان رئيس الحكومة إلى أنه هيفتح صفحة جديدة مع كل الداعمين للبنان. وفي أول كلمة ليه بعد إعلان تشكيل الحكومة، تعهد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بوضع خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد، وأشار لعدم رغبة الحكومة في رفع الدعم، لكن قال كمان أن الوضع الاقتصادي أصبح صعب للغاية. هذا كله تحصينه الأم، حدث ولا حرج على الأم. الأم إذا أبنى الكبير ترك البلد تكون دمعة بعينة وما عندها تقدر تشتري حبة بندول، حبة أسبرين ما فيها تشتري، ما بتلاقي بالبلد. هالشي كلنا عارفينه، كلنا حاسينه. الوضع صعب، الوضع صعب كتير، كلنا يدنا نعرف، ولكن مش مستحيل إذا نحن تضمننا كلنا سوا كلبنانيين. نحن اليوم نحط إيدنا بإيد بعض. أنا اليوم مضبوط مع فخامة الرئيس والتعاون معه، ألفنا حكومة وأخذت وقت لتتألف. ما في شيء كامل، كمان لله، ولكن بأكد لكم نحن فريق عمل، حنشتغل كلنا يد وحده لحتى نمنع الاحباط ونمنع اليأس، وحنشتغل بعمل وعزم. هيدا اللي بدنا نشتغله بكل هيدا اللي بوعدكم فيه اليوم. ما حنخلي ثانيه الا ما نكون عم نتصل مع كل الهيئات الدوليه لحتى نقدر نأمن ابسط امور الحياه اللي هي صارت اساسيه اليوم، اللي هي صارت كلها بدنا نشتغلها بكل اخلاص ومحبه. الحقيقة يعني تصريحات مهمة جدا قالها نجيب ميقاتي بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، منها تعهده بتنظيم الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها المقرر، وطلب من الإعلام أنه يعمل على رفع الروح المعنوية للبنانيين. أشار ميقاتي إلى احتياج الحكومة الجديدة لجميع الكفاءات، حيث أنها لا تستطيع إقصاء أي طرف. هالشي كله حنشتغله بمبدأ وطني، نحن لكل الوطن، مش لفئة ضد فئة، أو مش لفئة ونقصي الآخرين. هيدا المبدأ عند كل وزراء، حسنكون من مبدأ وطني متقيدين بوثيقة الوفاق الوطني وبالدستور اللبناني والقوانين مريعة الإجراء. ما حخلي فرصة إلا ما أرجع. افتح أبواب وضق أبواب العالم العربي، نحن بحاجة للعالم العربي، نحن بحاجة نرجع ما نوصل ما انقطع، إذا لأنه أنا متأكد لن ينقطع شيء بين العالم العربي ولبنان. لبنان ينتمي إلى هذا العالم، وهو فخور بأخوانه وبأشقائه اللي أكيد ما حيتركوه أبدا.
بالطبع كان أمين عام مجلس الوزراء اللبناني أعلن استقالة حكومة دكتور حسان دياب بعد الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي. يمكن ده كان من أبرز التصريحات اللي كانت تم الإدلاء بها النهاردة. بينضم لينا من القاهرة من لبنان الكاتب الصحفي السيد أحمد سنجاب، المدير مكتب أخبار أو وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان. برحب بحضرتك سيد أحمد. اهلا بيك يا فندم. بدايه يعني عايز اعرف شكل الوضع في لبنان الان، يعني اعتقد ان اليوم كان امر مهم جدا وكان يعني يوم بتشهده او بتنتظره بيروت بشكل كبير، 13 شهر من الفراغ السياسي، محاولات سابقه لرفيق الحريري لتشكيل الحكومه كلها باءت بالفشل. النهارده تم الاعلان اخيرا عن تشكيل الحكومه اللبنانيه. قراءه الشارع اللبناني للامر، هل هو فعلا بيعقد الامال الصادقه على تشكيل حكومه نجيب ميقاتي؟ الحقيقه في ارتياح كبير جدا في الشارع اللبناني اليوم بعد اعلان تشكيل الحكومه بعد مسار طويل من التعثر منذ حوالي عن 13 شهر، وتحديدا منذ استقاله حكومه حسان دياب في 10 اغسطس العام الماضي بعد انفجار ميناء بيروت. الحقيقه ان استمرار حكومه الدكتور حسان دياب في تصريف الاعمال لمده سنه وشهر هي الاطول في تاريخ لبنان، وخصوصا ان الحكومه بعد تقديم استقالتها بتظل حكومه تصريف اعمال بصلاحيات محدوده. نعم. وبالتالي كان كل الامور معلقه ومؤجله لحين تشكيل الحكومه، فيحدث الانهيار الاقتصادي فننتظر لحين تشكيل الحكومه، يحدث الانهيار المالي ننتظر لحين تشكيل الحكومه، الانهيار في قطاع الخدمات وفي كل القطاعات والازمات التي تشهدها لبنان كلها معلقه على تشكيل الحكومه. بالتاكيد الحكومه ليست سيدها عصا سحريه لحل كل هذه الازمات مره واحده، وهذا التصريح اكد عليه السيد نجيب ميقاتي في جلسه تكليف، يعني بمجرد تكليفه بتشكيل الحكومه في 26 يوليو الماضي اكد انه لن ياتي بعصا سحريه لحل كل الازمات، ولكن وجود حكومه هو شرط اساسي لحل هذه الازمات والعبور واختراق هذه الازمات للتعامل معها وحلها. نعم. كل المؤسسات وكل الجهات المانحة على مستوى العالم وكل الدول التي أبدت استعدادها لمساعدة لبنان كانت تشترط التعامل مع حكومة كاملة الصلاحيات. ده يخلينا نرجع مرة تانية نعم سيد أحمد، لكن ده يخلينا نرجع مرة تانية لفكرة الشارع اللبناني. بالتأكيد لن تملك الحكومة الجديدة عصا سحرية لا يعني إنقاذ لبنان من كبوته، وإن الوضع متأزم فعلا على كافة الأصعدة زي ما ذكر السيد نجيب ميقاتي، لكن هل الشارع اللبناني بدأ يطمئن لفكرة إن احنا خرجنا خلاص من الأزمة وبدأنا فعلا في خطوات جادة نحو تشكيل الحكومة وتم الإعلان عنها؟ يعني هل ده معناه فعلا هو بداية لحل الأزمة؟ بالتأكيد هو بداية لحل الأزمات، لأن أزمات لبنان هي أزمات مركبة ومعقدة ومتعددة الأوجه، فالشرط الأساسي أو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمات والتعامل مع هذه الأزمات، مش شرط الخروج معها، للتعامل مع هذه الأزمات هو وجود حكومة كاملة الصلاحيات. فبالتالي ابتداء من اليوم النهارده حصل التوافق بين رئيس الوزراء المكلف وبين رئيس الجمهوريه، والحمد لله تم ميلاد الحكومه الجديده، واصدر رئيس الجمهوريه ثلاث مراسيم يتعلق اعتقد بقبول استقاله الحكومه، قبول استقاله حكومه الدكتور حسان دياب، والمرسوم الاخر يتعلق بتكليف وتسميه نجيب ميقاتي رئيسا للحكومه الجديده، والمرسوم الثالث يتضمن تشكيل الحكومه اللبنانيه. نعم. الجديده التي تتكون من 24 وزيرا، والحقيقه ان ما تتسم به الحكومه ان هي حكومه غير حزبيه، حكومه من الكفاءات، تحدث عنها ووصفها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بانها اشبه لفريق العمل، وهنا اقرب لفريق العمل من فكره الوزراء اللي كل واحد ليه اختصاصاته. نعم. فكل هذه التصريحات وكل هذه المؤشرات بتدي جرعه من التفاؤل
وتعطي جرعة من الأمل للبنانيين لبدء التعامل مع هذه الأزمات المركبة. نعم، جزيل الشكر سيد أحمد سنجاب الكاتب الصحفي ومدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، كنت معنا هاتفيا من بيروت. شكرا جزيلا يا فندم على هذه المعلومات. بينضم لينا من القاهرة السيد محمد سعيد الروز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. سيد محمد برحب بحضرتك معنا، برأيك هل الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة أو تشكيل الحكومة في لبنان بعد فراغ سياسي 13 شهر، هل تعتقد هو بداية الخروج من الأزمة أم أنها يعني محاولة للحاق بركاب إنقاذ لبنان من تدهوره أو مزيد من التدهور؟ تحياتي لكم. أهلا يا فندم. يعني بعد 13 شهرا ولدت هذه الحكومة، وهذه الحكومة هي قصيرة الأجل، بمعنى أنها لن تعمر أكثر من 8 أشهر بعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان. أمام هذه الحكومة محظوران وأمامها أيضا مهمتان رئيسيتان. نعم. المحظور الأول هو أن لا يسير عمل هذه الحكومة على وتيرة تشكيل الحكومة، بمعنى أن أي قرار لا ينبغي أن يأخذ وقتا طويلا ومماطلة وتسويف ومراجعات إلى آخر هذا الكلام لكي يصبح قيد التنفيذ في البلد. حكومة طوارئ بمعنى أدق. نعم. يعني طبعا في البلد في حال استثنائي. نعم. ولا يحتمل أن يكون هناك مثل هذه المماطلات في تنفيذ القرارات، هي تحتاج إلى قرارات سريعة. المحظور الثاني هو أن لا يتحرك الثلث المعطل لتعطيل هذه الحكومة، بمعنى أن هناك ثلث معطل لرئيس الجمهورية وهو ثلث مقنع وغير وليس مباشرا. ويعني كان ملفتا كلام الرئيس نجيب ميقاتي حينما قال ان اذا تحرك الثلث المعطل واراد تعطيل عمل الحكومه فليتحمل مسؤوليته. المهمه الاساسيه امام هذه الحكومه هي ان تكسر احتكار الشركات المستورده للمواد الاساسيه في لبنان، يعني الدواء والغذاء والنفط الى اخر هذا الكلام، ان تدخل يعني تدخل الدوله لكي تقوم بهذه المهمه ايضا من دولة إلى دولة وليس بواسطة شركات. ثبت في الفترة الأخيرة بعمليات التخزين وعمليات إغلاء الأسعار وعمليات ابتزاز المواطن وإذلاله بالطوابير على المحطات والصيدليات وإلى آخره، أن تدخل الدولة لتقوم بهذه المهمة. المهمة الثانية والأساسية أمام هذه الحكومة هي أن تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة بإصلاح قانون الانتخاب أولا ليكون وفق الدستور ووفق اتفاق الطائف، وثيقة الوفاق الوطني التي تحدث عنها الرئيس نجيب ميقاتي وأعلن تمسكه بها، إصلاح قانون الانتخاب، وبالتالي العمل على إجراء انتخابات نيابية غير طائفية من خارج القيد الطائفي وإقامة مجلس شيوخ حسب نص الدستور اللبناني، وهو ما كان معطلا طيلة 30 سنة الماضية. نعم، ولكن هل تعتقد سيد محمد أن الحكومة بتشكيلها الحالي لديها القدرة على سواء محاورة الدول من أجل كسر الاحتكار من جانب أو على ممارسة مراقبتها ورعايتها للانتخابات القادمة النيابية والبرلمانية في ظل، يعني هل تحتاج لمزيد من التشكيل من كافة القوى السياسية المختلفة عشان يكون في حالة من التوافق وعدم وجود أي حالة من التناحر اللي شفناها في المحاولات السابقة في تشكيل الحكومة؟ يعني هو أي حكومة يتم تشكيلها بالتراضي والتوافق بين فرقاء الطبقة السياسية الحاكمة لا ينبغي أن ننتظر منها أن تحل الأزمة إطلاقا. الأزمة أكبر من هذه الحكومة. صحيح. المسألة هي أن تضع المداخل الأساسية لحل هذه الأزمة، أن توقف أو أن تلجم الانهيار الحاصل في لبنان على كافة المستويات. لجم هذا الانهيار وإيقاف هذا الانهيار يعني يمهد للدخول لبدايات الحل، اما ان يكون هناك حل اساسي لا اجزم بذلك. الرئيس نجيب ميقاتي نفسه قال نحن لن نطفئ نار الازمه اللبنانيه ولكن سنحد من انتشارها. يعني تحتاج هذه الحكومه الى دعم عربي ودعم دولي من اجل ايقاف يعني ايقاف التدهور في لبنان، وبالتالي رسم خارطه الطريق تستطيع هذه الحكومه فيه أن تبدأ بالعمل وتمهد الحكومة المقبلة بعد الانتخابات النيابية. نعم. الدول العربية والدول الأجنبية، ونحن نعرف أن مصر بشكل أساسي أكدت على تشكيل الحكومة في لبنان لتقوم بمستلزمات المساعدة للبنان بعدما لاقت كل المبادرات المصرية السابقة وفي عهد وفي السنوات الماضية الإهمال والتسويف
وعملية المماطلة بسبب يعني منافع خاصة كان يريد منها المسؤولون اللبنانيون، بينما كان هدف مصر وهدف عدد من الدول العربية وحتى الدول الأجنبية أن يتم عملية يعني سرعة إنقاذ. نعم، سرعة الإنقاذ وتوفير المستلزمات الحياتية الطبيعية الأساسية للشعب اللبناني وبنى تحتية وإلى آخر هذا. نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر السيد محمد سعيد الروز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كنت معنا هاتفيا من القاهرة. شكرا يا فندم. ملف آخر هام الحقيقة، بكرة إن شاء الله يبقى يوافق مرور 20 سنة على أحداث 11 سبتمبر اللي شهد خلالها العالم نوع من الخلل الأيديولوجي والاستراتيجي، خاصة بعد ما قادت أمريكا العالم إلى محاربة الإرهاب خارج الحدود الأمريكية أو إعلان الحرب على الإرهاب، وده تسبب طبعا في العديد من الأزمات السياسية في أفغانستان، في العراق، في سوريا، في اليمن، فضلا عن ظهور مصطلحات سياسية جديدة غزت العديد من المجتمعات الدولية واللي أدت لزيادة نسبة الكراهية بين الشعوب المختلفة، تشويه صورة الإسلام لدى الدول الغربية، وده أزكى طبعا نار العنصرية الجديدة بين أفراد هذه المجتمعات، بالإضافة للأموال المهدرة اللي أنفقتها أمريكا وحلفائها في هذه الحروب واللي أعادت البشرية لحالة من الركود والفقر. الآن بتتنصل بعض الدول الحليفة لأمريكا على سوء تقدير هذه التقارير الأمريكية واللي أدت بيها لهوية كبيرة من العنف والكراهية. هاتفيا من واشنطن بينضم لينا السيد ماك شرقاوي، ولكن بعد هذا التقرير اللي متابع فيه أبرز ملامح 11 سبتمبر. في يوم الثلاثاء 11 من سبتمبر من عام 2001 قامت مجموعة انتحارية بالاستيلاء على 4 طائرات ركاب أمريكية كانت تحلق شرق الولايات المتحدة، وتم استخدامها كصواريخ عملاقة موجهة لضرب مباني بارزة في نيويورك وواشنطن. وقد ضربت طائرتان البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، واندلعت النيران في المبنيين وحاصرت الناس في الطوابق العليا، وبعد أقل من ساعتين انهار البرجين المكونين من 110 طوابق محدثين سحابة ضخمة من الدخان والغبار. كما دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون العملاق الواقع خارج العاصمة واشنطن. أما الطائرة الرابعة فقد تحطمت في حقل بولاية بنسلفانيا بعد أن قاوم الركاب الخاطفين وسيطروا عليهم، ويعتقد أن الخاطفين كانوا يعتزمون استخدام الطائرة في مهاجمة مبنى الكابيتول وهو مقر مجلسي النواب والشيوخ في واشنطن. وقد بلغ إجمالي عدد ضحايا الهجمات 2977 شخصا، سقط معظمهم في هجمات نيويورك، وكان ضحايا ينتمون إلى 77 دولة. كما أصيب آلاف الأشخاص مباشرة أو في وقت لاحق بأمراض مرتبطة بالهجمات نتيجة استنشاق مواد سامة كانت موجودة داخل حطام الأبنية. ولا تزال هذه الهجمات أحد أكثر الأحداث درامية ورعبا في القرن 21، ليس فقط بالنسبة للأمريكيين ولكن بالنسبة للعالم برمته. كان تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن قد أعلن مسؤوليته عن تنفيذ هجمات 11 من سبتمبر، وقد حملت القاعدة الولايات المتحدة وحلفائها مسؤولية الأزمات والصراعات التي يعيشها العالم الإسلامي. عمليات خطف الطائرات نفذها 19 شخصا موزعين على 4 مجموعات، ضمت 3 منها 5 أفراد والرابعة ضمت 4، وهي التي خطفت الطائرة التي تحطمت في ولاية بنسلفانيا. وبعد أقل من شهر على الهجمات قاد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عملية غزو أفغانستان بدعم من تحالف دولي للقضاء على تنظيم القاعدة وإلقاء القبض على أسامة بن لادن. ولم تتمكن الولايات المتحدة من معرفة مكان بن لادن إلا بعد مرور 10 أعوام على الهجمات، حيث تمكنت القوات الأمريكية من تحديد موقع بن لادن وقتله في باكستان المجاورة. بينضم لينا هاتفيا السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي من واشنطن. سيد ماك، برحب بحضرتك معنا بعد هذه الأعوام 20 عام على 11 سبتمبر. 10 سنين حققت أمريكا بحسب طيب ينضم لينا
نعم، بهذه المناسبة هناك تصريحات لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، ننتقل إلى هناك للاستماع لكلمة وزير الخارجية الأمريكي. العمل سيكون صعبا، كم من الحيوي أيضا أن ننجح في مخططاتنا، ولكن نقدر أيضا كل الذين عملوا على فترات طويلة والذين قدموا خبراتهم والتزاماتهم لهذه الوزارة، ولكن منذ اليوم الأول لقد بدأوا بمواجهة التحدي وذلك بكامل الالتزام. حين أنظر عبر هذه الوزارة اليوم نعرف كيف غير هذا الهجوم فينا وفي سياساتنا. آلاف الدبلوماسيين قد خدموا في العراق وفي دول أخرى، وذلك دعما للحرب ضد القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وهناك الآلاف الذين خدموا في بعض المناطق وفي وحدات لم نكن قد أنشأناها من قبل، منها وحدات مكافحة الإرهاب. نعرف أن جميع العاملين في هذه الوزارة قد أدوا دورا لمحاولة منع حدوث أي حدث يشبه الهجوم 11 سبتمبر، وهذا فخر نستمر فيه اليوم، ونعرف أن هناك الكثيرون الذين قدموا حياتهم من أجل هذا العمل، واليوم نقدرهم ونحييهم أيضا. جزء من عملنا وجزء من مهمتنا كدبلوماسيين هي محاولة التفكير كيفية التعامل مع بقية العالم وطرح بعض الأسئلة البسيطة. هل نحن نعمل على جعل هذه الدولة أكثر أماناً، أكثر سلامة؟ هل نعمل على تطوير مصالحنا؟ هل نحن نعيش بحسب قيمنا؟ هل نركز كثيراً على التهديدات الخارجية أو بعض التهديدات وليس غيرها؟ هل نعمل على خسارة بعض الفرص؟ طرحنا هذه الأسئلة حينها، واليوم نملك مسؤولية استمرار بطرح هذه الأسئلة، وذلك للتصدي للتحديات بشكل أكثر فعالية اليوم، ولمحاولة رؤية ماذا ينتظرنا في المستقبل، ولنحاول بذل الجهد المزيد لمساعدة الشعب الأمريكي. كنت جزءا من الفريق الذي كان هناك خلال هذا الهجوم، أو ما إذا انضممت إلى هذه الوزارة بعدها. ما نملكه جميعا من قواس مشتركة هي أننا نشعر بأن هناك دعوة لمحاولة تحقيق ما هو محق تجاه الشعب الأمريكي، ومحاولة تسهيل حياتهم وجعلها أكثر ازدهارا وأكثر سلامة وأفضل، كما نريد أن نعمل مع بقية العالم بطريقة تسمح لنا بتسهيل حياتهم وتسهيل حياتنا وتسهيل حياة الجميع. مهما خدمنا ومهما كانت التحديات أو الأزمات أمامنا، لقد اخترنا الدبلوماسية كأداتنا لجعل هذا العالم أفضل. عليك أن تكون أقله 20 عاما لكي تتمكن من التسجيل في إحدى الفحوصات للانضمام إلى هذه الوزارة. إذا من الغد أول متطوع ولد بعد 11 سبتمبر سيبدأ مسيرته المهنية في وزارة الخارجية، وأنا أتطلع قدما للالتقاء بهم، وأنا أعرف أنهم سيجعلون هذه الوزارة أكثر تنوعا وأفضل وقادرة على التصدي لتحديات زماننا. بالاستماع إلى كل العاملين والموظفين الحكوميين وغيرهم الذين خدموا بعد هجوم 11 سبتمبر، استمعت إليهم يقولون أنه مهما كانت صعبة اللحظات الأولى والأيام الأولى بعد هجوم 11 سبتمبر، كانوا يشعرون أنهم قادرين على إحداث تغيير، وهذا يعود إلى ما قاله السيد كريس، وأنا أعتقد أن الجميع شعر بأنه غير قادر على إحداث تغيير، ولكن بعد ذلك عزيمتنا التي تشملنا جميعا سمحت لنا ببدء بذل هذه الجهود، ونحن جميعا في هذا المجتمع قد دفعنا لإجراء هذه التغييرات. نقدر جميعا أننا كنا في مكان يسمح لنا بالقيام بشيء ما، كنا نملك وظائف حيث بإمكاننا مساعدة الشعب الأمريكي ودولتنا بطريقة مباشرة آنية ومستقبلية وممتدة، وهذا امتياز لنا، وهذا امتياز نقدره جميعا في هذه الوزارة. بالتالي في هذا اليوم بالذات نتذكر هذا الامتياز بالإضافة إلى المسؤولية التي تنطوي عليها. شكرا جزيلا لإصغائكم.
إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا كانب أجانب من كلمة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بمناسبة مرور 20 عام على أحداث 11 سبتمبر. أعود من جديد لضيفي عبر الهاتف السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي، بينضم لنا هاتفيا من واشنطن. سيد ماك، مرة تانية بجد التحية بحضرتك. بعد مرور 20 عام على أحداث 11 سبتمبر، هل نجحت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل في تحقيق أمنها الداخلي ومحاربة الإرهاب، خاصة وأنها نجحت بعد 10 سنوات في الهدف اللي كان تم الإعلان عنه، وهو إيجاد مكان أسامة بن لادن والقضاء عليه؟ مر وقت طويل وحققت هذا الهدف، لكن هل هي الآن حققت هدفها في الحرب على الإرهاب، أم أنها خلقت المزيد من الحركات المتطرفة؟ أهلا بك وأهلا بمشاهدينك الكرام. أعتقد أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق الهدف المرجو وهو مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، بل أعتقد العالم أصبح أكثر عرضة لعمليات إرهابية أكثر، ويعني وخطر أكثر على يعني الكثير من الدول. أعتقد لم تأتي عمليات أمريكا في العراق وأفغانستان هي من أكلها، عملية استمرت 12 سنة وبعد بالفشل وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق وسلمت العراق على طبق منفضة لإيران. ثم بعد 20 سنة، يعني عقدين من الزمان، فشل عملية أفغانستان وتكبدت الولايات المتحدة الأمريكية 7,000 قتيل و50,000 جريح، علاوة على 8 تريليون دولار مصروفات قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنفاقها على هذه الحروب التي لم تؤتي أي من ثمار. أعتقد أنها خلقت أيضا عداء للولايات المتحدة الأمريكية واستهداف وعمليات انتقامية. وأعتقد أن ما يحدث الآن في أفغانستان سوف يعود بالوبال على الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة. فبالتأكيد سبب فشل هذه السياسات ولم تؤمن الولايات المتحدة الأمريكية. فهناك العديد من العمليات حدثت بعد حادثة البرجين، يعني لا يمكن أن يأمن يعني الشعب الأمريكي الهجمات ولا العالم كله من هذه الهجمات الإرهابية إلا إذا اتحدوا، إلا إذا وقفوا جنبا إلى جنب وكونوا فعلا يعني حلفا قويا دوليا لمكافحة الإرهاب. نعم. الذي دعت إليه مصر ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 7 سنوات الماضية. صحيح، يعني قائم على محاربة الفكر المتطرف أيا كان نوعه، خاصة وأنه في إرهاب أبيض، يعني الإرهاب ليس فقط نابع عن حركات إسلامية متطرفة، وهذا ما يعني ظهر وبدا جليا بعد أحداث 11 سبتمبر. أصبح هناك إرهاب متبادل، على الرغم من ظهور مصطلح الإسلاموفوبيا أو الخوف من التيارات الإسلامية المتشددة، أصبح هناك أيضا استهداف للمسلمين ولم يعودوا آمنين على أرواحهم في أمريكا أو في المجتمعات الغربية. صحيح، وزي ما شفنا الحوادث التي استهدفت المسلمين واكثرها بشاعه واخرها كانت حادثه نيوزيلندا، راح يعني ضحايا 56 من الابرياء من جراء حاله الحنف والغضب التي وجدت بعد ان تم الصاق الاتهام بدين حنيف لا علاقه له بالارهاب، دين يدعو الى المحبه والى السلام. صحيح. واستهداف او وضع 1.6 مليون مسلم في يعني في زاويه الاتهام. فاعتقد ان ده بالتاكيد لم يكن ابدا في صالح الولايات المتحده الامريكيه او المجتمع الغربي. هناك العديد من القضايا التي شاهدناها في العقدين الماضيين من استهداف ومن تفرقه عنصريه ضد المسلمين في امريكا وفي اوروبا. فاعتقد أن الأمور باتت تتضح بعد الشيء أن الإسلام بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب من هذه الأفعال. وأعتقد أن بدأت هناك نعرات بدأت بتسمية هؤلاء المتأثمين أو الإسلامست باعتبار أن هذه الأمور لا تصحيح. نعم، تصحيح للمفاهيم المغلوطة. يعني جزيل الشكر للسيد ماك شرقاوي المحلل السياسي، كنت معنا هاتفيا من واشنطن. شكرا يا فندم على هذه المعلومات.
ملفنا الأخير من المغرب، حيث أذل الستار على الانتخابات التشريعية في المملكة المغربية. وزارة الداخلية المغربية أعلنت أن بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس الجماعية ومجالس الجهات، النتائج المؤقتة المتعلقة بتوزيع مقاعد مجلس النواب، بتصدر حزب التجمع الوطني الأحرار 102 مقعد، في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 86 مقعد، وتزيل القائمة حزب العدالة والتنمية. زعيم حزب التجمع الوطني الأحرار عزيز أخنوش عقب الفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية المغربية في مواجهة حزب العدالة والتنمية، قال إن نتائج هذه الانتخابات بتعد انتصار لجميع المغاربة. لكن نروح لتصريحات أيضا عزيز أخنوش، قال زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب إنها يسعى لتشكيل أغلبية برلمانية قوية ومنسجمة. إن هذا النجاح نجاحكم، إنه نجاح كل المغاربة، إنه انتصار للديمقراطية في جو من الالتزام بروحها وقواعدها. من رباط بينضم لينا هاتفين السيد أمين صوصي علوي الباحث السياسي. سيد أمين برحب بحضرتك، في رأيك إيه الأسباب المباشرة؟ أهلا يا فندم. إيه الأسباب الجوهرية اللي أدت لسقوط حزب العدالة والتنمية في المملكة المغربية في الانتخابات التشريعية، يعني خاصة مع وجود يعني رسوخ لهذا الحزب بشكل كبير في تشكيله للحكومات؟ نعم، الحقيقة هو أن هذا الحزب استنفذ كل الشعارات والمخزون العاطفي الذي جيش به جزء من الشارع في فترة الثورات التي عصفت بالعالم العربي وهددت استقرار المنطقة، وبالتالي كانت الأحزاب التي لديها ميول إخوانية أو انتماءات إخوانية كانت قد ركبت موجة انفعالات الجماهير واستفادت من ذلك في الوصول الى 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 تشكيل حكومات في العالم العربي والمغرب. كان يعني على نفس الطريقة استطاعوا الوصول الى 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 ذلك عبر الضغط الشعبي وتمكنوا من تحقيق مكاسب. لكن الحقيقة ان كل تلك الانفعالات التي استغلوها كانت طبعا تستغل الحس الديني والشعور الديني للجماهير التي صوتت على 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 هذا الحزب، متدثرة او يعني تتدثر بالميزة الأخلاقية عن بقية الأحزاب، يعني نعم. قدموا أنفسهم كبديل لبقية الأحزاب على أساس لأنهم ضد الفساد وعلى أنهم ذو خلفية دينية. ما أن وصلوا إلى الحكم حتى تنكروا لكل تلك القداسة التي رسموها لأنفسهم وأخفقوا في إدارة الكثير من الملفات، كما أنهم واجهوا الناخب الذي عول على شعاراتهم بالمساس بحقوقه البسيطة وضيقوا عليه عيشه، وكانوا أكثر ممن سبقهم في الإضرار بحقوق الشعب المغربي. وبالتالي نعم. الجماهير التي صوتت عليهم بدأت تعي تدريجيا، خاصة أنهم حصلوا على ولايتين، بدأت تفقد الثقة تدريجيا إلى أن وصلت إلى درجة الكراهية لهذا الحزب الذي أصبح بالنسبة لهم يشكل يعني رمزا من رموز الفساد السياسي. وبالتالي كل هذا المخزون الذي بني على الأوهام، المخزون الشعبي الذي بني على الأوهام وعلى الترويج لقضايا كبرى وإلصاقها بمشروع الحزب، فشل مع فشلهم في إدارة الشأن العام، والنتيجة كما رأيتم يعني تصويت عقابي أوصلهم إلى الحضيض. نعم. ويثبت على أن الشارع المغربي لفظهم بشكل واضح. تراجعوا رغم أنه كان متصدر المشهد لعشر سنوات. حضرتك تحدثت عن أن التغيرات ربما اللي حدثت في المنطقة العربية أثرت أيضا على هذا البقاء الحزبي، هل تقصد هنا تراجع أو سقوط حركة وتنظيم الإخوان في مصر، ومن بعده سقوط التيارات المحسوبة أيضا على الإخوان في تونس؟ هل هذا الأمر أيضا امتد إلى المغرب برأيك؟ هو في الحقيقة هو جزء بسيط، لأن نعم الناس رأت ما حدث لبقية الدول العربية ورأت الانزلاق الخطير السياسي الذي حدث في كثير من الدول،
وتهديد الاستقرار بوصول هذه الأحزاب. ولكن الذي أثر أكثر في الشارع المغربي هو ما قام به هذا الحزب سياسيا، يعني تصرفه وسلوكه وانسلاخه من كل تلك الشعارات التي بنى عليها شعبيته، واستخدامه المفرط للشعبوية الذي أوصله للحكم، تبين زيفه ماء وضعوا في المحكة وفي إدارة الشأن العام. الناس تبين لها بعد 10 سنوات من حكم الإخوان على أن، أو من تشكيلهم الحكومات، على أنهم مجرد ظاهرة صوتية لم يقدموا شيئا للمواطن البسيط، بل ضيقوا عليه عيشه وقاموا بأشياء لم يسبقهم إليها أي حزب من الأحزاب مست المواطن البسيط في عيشه. وبالتالي ما يمس الناس في عيشها البسيط هو الذي يؤثر في عموما بيحرك في بيحرك الرأي ضده بشكل كبير. طيب الاجتماع العاجل اللي دعا ليه أعضاء الحزب، يعني هيحاولوا طرح وجوه جديدة، هل تعتقد أن هو بالفعل يمكن أن يعيد الحزب إلى كيانه السياسي مرة أخرى في الشارع المغربي؟ لا أظن ذلك، لأن الشارع رافض هذا الحزب. يعني درجة الكراهية لهذا الشعب لهذا الحزب ظهرت في مظاهر الفرحة في سقوط هذا الحزب. يعني الكثير من الناس فرحت يعني من في الشارع، الناس البسيطة التي ليس لها حتى انتماء سياسي فرحت بسقوط هذا الحزب الذي أصبح مضغوطا عند الشارع المغربي وأصبح عنوانا للفساد السياسي. وبالتالي الجماهير لا تريد أي من أفراد هذا الحزب. الآن سيحاولون القيام بمناورات وبتغييرات، لا أظن أنها ستكون مجرد تغيير وجوه، إنما أظن أن ما سيحدث هذا الزلزال سيغير الحزب من الداخل وسيدفعه إلى تغيير أسلوبه أو حتى العناوين التي يرفعها، وربما قد ينكفئ على نفسه لا ندري. لكن بلا شك أن هذا الزلزال لن يؤدي فقط إلى تغيير الوجوه، إنما سيؤدي إلى الكثير من الاختلالات داخل الحزب وربما انشقاقات، أو قد يتفرع عنه كتل أخرى وأحزاب أخرى لا ندري. إنما لن يكتفي هذا الحزب فقط بتغيير الوجوه، لأنه يعلم بشكل واضح على أن الشعب لا يريد أي من هؤلاء، سواء من القيادات الحالية أو من تربوا على أيدي هذه القيادات، فهو لم يعد يثق في تلك الشعارات. كما أن المخزون الذي راكموه خلال الثورات لم يعد مفعوله، لم يعد ساريا الآن، وبالتالي عليهم أن يبحثوا على شيء آخر يركبوا موجته. نعم. وما سيحاولون فعله. نعم، جزيل الشكر للسيد أمين صوصي علوي الباحث السياسي، كنت معنا هاتفيا من الرباط. شكرا يا فندم على هذه المتابعة. ومشاهدينا الكرام، ملفات مباشر النيل مباشر يعني وصلت لختامها. بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد والجديد من الملفات نرصدها لكم عبر شاشة النيل الأخبار. ابقوا في أمان الله.